نص الجو بيطفي الضو بيرعبني، ما هو لو بيخلي الضو بيصير الجو هي عجيب النهاري بدأ من هو هيدا اللي بده يطفي عليك الضو بالليل؟ ها ميشو. مين ميشو؟ صاحبك جديد محل طارق؟ لا يا قشيمه، ميشو ابن لطاط رفيق الانتيم. ميشو ميشو، وليه بده يطفي عليك الضو؟ تدريب تدريب يا حبيبتي، ما شفتي الصور على الفيسبوك وبالجريدة؟ تدريب على الرقص؟ يو مزبوط اني قشيمة. تدريب على الحرب حبيبتي، تدريب على الحرب. لو شفت تيابي قبل ما اتحمم كانوا كلهم وحل بوحل، كنت قلت واو شو هالوحش. ما عم بفهم لشو عم تتدرب انت وميشو على الحرب؟ اكيد اكيد بدنا نتدرب على سلاح جديد، لانه الحرب على البواب، الحرب على بارت. شو هالقد مبسوط ان الحرب على بارت يعني؟ عشو عم تتدرب وخبرني؟ سؤال كتير كتير حساس وصعب، ما بقدر قلك لأن اسرار حرب. جيجي ولو ما انا تنامي انتيم، خبرني ولو بليز خبرني كيف عم تتدربوا؟ يا الله انا مشكلتي قلبي طيب. طيب تكر 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 لخبرك. يلا حبيبتي وقفي ورا الحيط تقليك هيدا؟ ايه وقفي ورا الحيط. اوكي هلا شو بعمل؟ هلا اقطعي قدامي. اوكي جيجي جيجي بقوسي يا دبي بقوسي، ما تقليني ما نقشتي. شفتي ما سلاح فتاك عم نستعمله انا وميشو في الانتيو؟ يضغط على قلبها باتيو باتيو. ليش الحكيم ما بده يزور الجنرال؟ لأنه الجنرال مش بحاجة لحكيم. قرب تنحل، كلمتك مدى الحياة. صبري بعد البريك.